سيدتي، رجعنا لك تاني وبنقدم فقراتنا، وهنتكلم دلوقتي عن معلومه او معلومات طبيه هتهمك اكيد وهتهم كل من يعني ممكن يكون مصاب ببعض التشوهات الخلقيه في الوجه. هيكون معانا دكتور منير ويليام، كبير جراحي التجميل والامراض الجلديه والعلاج بالليزر. اهلا يا دكتور. اهلا بك يا دكتور. يمكن هنتكلم عن موضوع مهم جدا ممكن تتدخل فيه عمليات التجميل، عمليات جراحيه، وايضا ممكن بالعلاج الطبي التقليدي، هو التشوهات الخلقيه في الاذن. اعتقد دي حاجه مهمه جدا يا دكتور. يعني في البدايه وعشان يكون معلوماتنا سريعه، ايه اسباب التشوهات الخلقيه؟ هو الحقيقه موضوع التشوهات الخلقيه ده من مواضيع مهمه جدا، ليه اسباب كثيره جدا. على سبيل المثال ممكن يكون زواج الاقارب. لو في قصه لوجود تشوه خلقي في العائله دي بالنسبه للزوج او للزوجه، ممكن احتمال وجود تشوه خلقي وارد. الحاجه الثانيه، تناول الام للعقاقير اثناء فتره الحمل، بالذات اول 3 اشهر من الحمل، بالذات بين اليوم 37 وال 45، دي اكثر فتره بيحصل ان فيها انقسام عالي جدا. أيوة. للجدن. حتى لو قالت الام انا باخد مضاد حيوي او باخد فيتامينات علشان كل الكلام ده مرفوض تماما. الحاجه الثالثه، تعرض الام او الاب للاشعاع. ممكن يكون الام تشتغل في مجال اشعه او راح تعمل اشعه معينه، او الاب بنفس الطريقه. في اماكن بتتعرض لاشاعات او حاجه. بالظبط. الحاجه الرابعه اللي هي اصابه الام ببعض الامراض، وبالذات مرض زي الحصبة الالماني. الحصبة الالماني لو اصابت الام في اول شهر ممكن تبقى نسبه التشوهات الخلقيه في الجنين عاليه جدا. 50%. ولو اصيبت الام بالحصبة الالمانيه في الشهر الثاني ممكن النسبه تقل لغايه 25%. ولو اصيبت الام بالحصبة الالمانيه في الشهر الثالث ممكن النسبه توصل ل 15%. يبقى اذا تعرض الام نفسها لاي مرض من الامراض او تناولها للعقاقير او زواج الاقارب، دي ممكن تكون اسباب رئيسيه لحصول هذه التشوهات الخلقيه بصفه عامه وفي الاذن بصفه خاصه. طب لو هنتكلم عن انواع التشوهات الخلقيه في الاذن، انواعها ايه يا دكتور؟ الحقيقه ده سؤال مهم جدا. لما بنتكلم احنا من وجهه نظر جراحات التجميل، الاذن اساسا بتتكون من 3 اجزاء. الاذن الخارجيه اللي باينه قدامنا اللي هي صوان الاذن، وعباره عن القناه الاذن والطبله، دي الاذن الخارجيه. الاذن الوسطى فيها 3 عظيمات وفيها هواء وقناه ستاكيوس، والاذن الداخليه الجزء الحسي. احنا كجراحين تجميل بنتكلم عن الاذن الخارجيه. ففي 3 تشوهات خلقيه انا اخترتهم الحقيقه مشهورين بالنسبه للاذن. التشوه الخلقي الاول ما يسمى بالاذن الخفاشيه، الاذن تميل الى الامام. مكونه الاذن الخفاشيه، ده التشوه الاول. التشوه الخلقي الثاني ممكن يكون ما يسمى بالاذن المدفونه او الاذن الجيبيه. والتشوه الخلقي الثالث، وجود ما يسمى بنصور امام فتحه الاذن. فكل واحد فيهم ليه سبب معين وليه انواع معينه وليه علامات معينه. طب يا دكتور، يعني 3 انواع من التشوهات الخلقيه قلت عليها، ازاي اولا بتكتشف طبيعي بالنظر؟ يعني اول ما البيبي بيتولد بتكتشف او بتبان، ولا في حاجات ما بتبانش الا بالوقت؟ بالظبط، كلام سيادتك مظبوط جدا. الاذن الخفاشيه تبان بمجرد وجاده الطفل. الاذن الجيبيه او المدفونه بتبان مجرد تولد الطفل، لكن في حاجه اسمها نصور، وجود نصور امام فتح الاذن ده ممكن يظهر مع انه تشوه خلقي. بالظبط. لكن عند سن 15 سنه 20 سنه وهكذا. يبقى اذا مش اي تشوه خلقي مجرد ما يبان الطفل هيبان، لكن هو معظمهم بيبان بمجرد وجاده الطفل. التشوهات الخلقيه اللي حضرتك قلت عليها 3 انواع دي يا دكتور، ازاي بيتم علاجها؟ يعني هل في سن معين؟ هل المستحبه مثلا اول لما الطفل يكتشف، طبعا اول ما يتولد نعمل له جراحه، ولا طبعا مش هينفع؟ او دي معلومات بس. في اتصال الاول يا دكتور. رولا من القاهره. ايوه يا رولا. الو. ايوه يا رولا. مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور، دكتور منير معاك. ايوه يا رولا. مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. اتفضلي، معاكي دكتور منير. من فضلك يا دكتور، حضرتك كنت جيت من كام حلقه فاتوا كنت بتقول على البوتوكس. على ايه؟ على البوتوكس. فقلت حضرتك ان حصل منه حالات وفاه. تمام. 14 حاله. فانا دلوقتي عامله بوتوكس من حوالي شهرين، فهل يبقى ما زال لسه تاثيره في الجسم؟ لا لا، هو احنا لما بنتكلم على حالات الوفاه، هو البوتوكس فكرته ان ده عباره عن، البوتوكس هو ماده عباره عن سموم في نوع معين من انواع البكتيريا تحقن في اماكن معينه في مقدمه الراس وعلى جانبي العين. الغرض منها ان هي بتعمل شلل معين في عضلات الوجه، وبالتالي يبتدي علامات وتجاعيد الزمن تختفي. البوتوكس اثره اللي انا بتكلم فيه القاتل في وقت الحقن مباشره، لان ممكن لان ممكن يكون الحقن وصل بكميه اكبر وابتدى يمشي في الجسم،
يوصل لعضلات التنفس هي بالشلل فيها ممكن يؤدي الى الوفاه. لكن طبعا مره شهرين لكن مره شهرين خلاص يعني اطمني ما فيش مشكله وهو موجود وكله اطمني يا رولا. طيب نرجع لموضوعنا الاساسي يا دكتور النهارده اللي هي علاج التشوهات الخلقيه. هل بتبتدي من سن الطفل مثلا شهر اتنين ولا انت بتبدا تحديد بقى؟ السؤال ده مهم جدا جدا الحقيقه. ناخدهم واحده واحده. بالنسبه للاذن الخفاشيه، الاذن الخفاشيه ان احنا بنقول الاذن بتميل بزاويه اكتر من 45 درجه الى الخارج، ويصاحبها ممكن كبر في حجم الاذن او حجم الاذن سليم. ممكن يحصل في ناحيه واحده او في الناحيتين. الحقيقه علاج هذا التشوه الخلقي اللي هو الاذن الخفاشيه بيكون عاده عند سن دخول المدرسه، عند سن ست سنوات. ليه؟ لما تكون غضاريف وعظام الاذن كونت بالكامل. الطفل بيبتدي يدخل في مدرسه في حضانه، يبتدي الاطفال يعلقوا عليه، احنا بنلحقه في الفتره عشان دي عشان الشكل العام بالظبط. هو عاده بين ست سنين لغايه سن 10 سنين، في ناس بتبتدي من ست سنين لثمان سنوات. انا شخصيا بوصل لغايه سن 10 سنوات واجري هذه الجراحات، ودي بتبقى جراحات خفيفه جدا. الجرح بيكون من الخلف مش باين على الاطلاق، ويبقى النتيجه والطفل بيقدر يتكيف مثلا مع العمليه بعديها. اكيد بيبقى في حاجات مضاعفات مباشره لا على طول، لان دي بيبقى حتى الاسلاك الجراحيه بتبقى مدفونه وبتختفي لوحدها تماما وبتبقى طبيعيه يا دكتور بعد كده تماما. طيب دي الخفاشيه. اذا الاذن مدفونه بقى دي عكس كده خالص. الاذن مدفونه ده عباره عن ايه؟ يعني ايه اذن مدفونه؟ الاذن اساسا فيها عضلات ذاتيه. هذه العضلات الذاتيه ضامره في الانسان، بنسميها العضلات الذاتيه. الاذن المدفونه نوعين، في عضلة ذاتية مستعرضة وعضلة ذاتية مائلة. إذا حصل تشوه خلقي في العضلة الذاتية المستعرضة بتعمل النوع الأول من الأذن المدفونة اللي هو بيكون بالجزء العلوي. نبص نلاقي الجزء العلوي يميل إلى الداخل ويندفع، وده يسمى الأذن المدفونة النوع الأول. إذا حصل عيب خلقي في العضلة الذاتية المائلة بيعمل النوع الثاني من الأذن المدفونة اللي هو بيكون في نص الأذن، يبتدي يميل إلى الداخل ويندفع. بحسن الحظ ان الاذن المدفونه مش موجوده في دول الشرق الاوسط، لكن موجوده في دول جنوب شرق اسيا في اليابان وحاجات زي كده. يعني من اشهر التشوهات الخلقيه موجوده في اليابان بنسبه 1 لـ400 طفل. كل 400 طفل فيهم طفل عنده هذه. هل يعني طبيعه المكان جغرافيا مناخيا ولا هي تتعلق بوراثه عام جنسيه للجنس نفسه؟ ولكن اذا جينا نعالج الاذن المدفونه مش هنستنى لست سنين زي الاذن الخفاشيه، احنا هنعالجه مجرد ولاده الطفل. في جهاز بيتركب، مفيش عمليه جراحيه في داخل الاذن مجرد ولاده الطفل. اذا تم تركيب هذا الجهاز من مجرد ولاده الطفل لغايه ست سنين بيكون اصلاح هذه الاذن المدفونه بنسبه تزيد عن 90%. اذا انتظرنا من 6 اشهر لغايه 12 شهر بتقل النسبه الى حوالي 53%. اذا سبناه من سنه لغايه 6 سنين تقل النسبه لغايه 35%. يبقى اذا مجرد ما انا اكتشف الاذن المدفونه تركيب جهاز من غير عمليه ممكن يصلح هذه الحاله. التشوه الخلقي الثالث وانا قصدت اجيبه اللي هو وجود ناسور فتحه. ناسور يعني ايه؟ يعني فتحه امام الاذن بتطلع افرازات. وجود هذا الناسور امام الاذن ممكن يحصل بالرغم من انه تشوه خلقي عند سن 15 سنه 20 سنه، يعني ممكن يبان في يعني بطريقه متاخره. الطفل يتولد طبيعي سن متأخر. ما يظهرش اي حاجه خالص. وعند سن 15 سنه يجي تظهر فتحه في ناحيه او في ناحيتين وتطلع افرازات. نقول للام ده عيب خلقي، بتبقى مستعجبه جدا ان الطفل عنده 15 سنه عنده 20 سنه، ازاي انت بتقول يا دكتور ان هو عيب خلقي او تشوه خلقي؟ او تفتكر مثلا عنده مرض عضوي جوه في الودن مثلا او اي مشكله. هو طبعا ممكن بيبقى في اختلاف مع حاجات ثانيه، يعني ممكن الضرن يعمل برضه ناسور امام الاذن ويطلع افرازات وحاجات زي كده. لكن اذا اتكلمنا على الناسور اللي هو موجود امام الاذن انه عباره عن ايه؟ بيكون الطفل مولود بكيس موجود تحت الجلد. هذا الكيس فتره معينه عند سن 15 سنه يبتدي يبقى نشيط. مشكلته حاجه كبيره قوي. مشكلته ان هو صحيح بيفتح للداخل، لكن بيمر خلال الغده النكافيه اللي موجوده امام الاذن وبيدخل لغايه سقف البق ويعمل هذه الافراز اللي موجود. الموضوع خطير فعلا دكتور. ففي الحقيقه علاجه محتاج لخبره معينه، لان ممكن يؤثر على العصب السابع بالنسبه للطفل. طيب ده من سن 15 ل 20 ابتدي تدخل جراحيا فيه، يبقى في اصلاح جراحي لانه ما بيظهرش قبل كده. طيب هل بس تدخل جراحي فقط ولا ممكن بعد كده في علاج طبي او مباشره طبيه بعد كده؟ بيكون علاج طبي مصاحب للعلاج الجراحي، لكن طالما تكون الناسور اللي هو فتحه بتدي افرازات الى الخارج لابد من العلاج عن طريق التدخل الجراحي. يمكن احنا بسرعه يا دكتور اتكلمنا عن الاسباب التشوهات الخلقيه في الاذن وانواعها والتدخل الجراحي ليها من سن قلنا الجيوب الانفيه اللي هي الاذن المدفونه دي ممكن عند سن مجرد ولاده الطفل. الاذن الخفاشيه عند سن 6 ل 10 سنوات. وجود ناسور امام الاذن عند سن من 15 ل 20 سنه. يمكن احنا يمكن وقتنا قرب يخلص، بس عايزين نقول حاجه، ان كل ام لا قدر الله لو رزقت بطفل عنده عيوب خلقيه في الاذن ما تقلقش، يعني علاجها او نجاحها ممكن نقول 100%.
طبعا 100%، بس ما تتاخرش يعني تاخد استشاره طبيه باسرع وقت، لان زي ما قلت لك مثلا الاذن مدفونه، لو جت عرضت طفلها عند سن مثلا سنتين نسبه تركيب الجهاز قليله، فهنضطر نعمل تدخل جراحي عن طريق اصلاح الاذن. ايضا ممكن بيجي لنا حالات على فكره اللي فيها مثلا جزء من الاذن مفقود او ما يسمى بالاذن الدوديه. في هذه الحالات احنا ممكن نستعيد بجزء من الاذن السليمه اللي موجوده في الناحيه الثانيه ونعوض بيه الاذن المصابه، او ممكن نستعيد بجزء غضروفي من عظام القفص الصدري، او ممكن بجزء تعويضي ونصلح الاذن اللي هي حصل فيها نوع معين من التشوه. فالحقيقه الجراحات التجميليه او التكميليه بالنسبه للاذن يعني تعتبر تقدم كبير جدا وبيدي نجاحات بالنسبه عاليه جدا. بشكرك يا دكتور منير ويليام، كبير جراح التجميل والامراض الجلديه والعلاج بالليزر. بشكرك جدا، يمكن وقت قليل قوي بس خدنا معلومات مهمه جدا. بشكرك، تكون معانا ان شاء الله الاسبوع القادم يا دكتور. شكرا جزيلا. سيدتي ما زلنا معاكي، تعالوا مع بعض نشوف تقرير عن البوت والشنط ونرجع لكم تاني. في سيدتي